الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. موضوعنا اليوم العيد بالتفاؤل والاستبشار. العيد تفاؤل واستبشار، هكذا يكون العيد بالفرح. لذلك ألا في بالعيد بعض الناس بيحمل فراطة بجيبته، بيعطي الأولاد فراطة، بيعطي هذا بيعطيه 25، هذا بيعطيه، هذا يا أحبابي خطأ. بيتعود الولد كل واحد بيجي لعند أبوه بده يجي لعنده يقول له أعطيني، فبدك تعطيه ولا بد أعطي أبوه قل له أعطيه، خلي أبوه يعطيه، خلي أمه تعطيه، ما أنت تعطيه، حتى ما نعود الولد يصير كل واحد اجى لعنده يقول له اعطيني اعطيني، فبيظن انه كل واحد بيجي بده يعطيه. فمن الولد صار الولد شهواني للمال، تكون انت اللي عودته، بيمتجي لابوه يقول له خذ هاي 25 اعطيها لابنك، خلي الولد ياخذها من ايد ابوه، ما بياخذها من ايد الغير. هذا لازم نتعلمها دائما. بده يعمل واحد بده يعمل معروف، بدك انت تتصدق صدقه، قل تعي يا ابني خذ هاي اعطيها للفقير، عود ابنك باعطاء الفقراء، عود ابنك باخذ الخير وان يؤسر غيره، قال له انا رح اطعميك الاكل الطيبه، طعميه لاخوك تعال اعطيك احسن منها، نعوده انه يحسن لاخوه ويطعمي اخوه قد ما هو ياكل، طعميه لاخوه تعال اعطيك انا احسن منها، طعمها لاخوه اجى بتعطيه تنتين، هي مشان طعميه اخوك. هكذا تتربى الاولاد بالاحسان بين بعضهم البعض. اما اعطينا هذا اعطينا الثاني، لا تقول لاخوك اعطينا هذا، بيروح نشوف ابوك شو اعطاني، قلت لك لا تقول له، ما بيسكت الولد، بيجي الولد زعلان تعطي اخي ما بتعطيني. فنعطي الاب او نعطي الام وهن بيدفعوا للولد، انت دخلت السرور على اثنين، على الاب وعلى الابن، حتى تكون ممن اكتسبت هذا المقام. والشريعة الإسلامية الله جعلت في العيد مظهر الفرح، جعلت في العيد مظهر السرور. فبعيد الفطر قال لك بطالة زكاة الفطر، تحسن زكاة الفطر إلى الفقراء حتى يتساوى الفقير والغني في العيد، هذا عنده أكل وهذا عنده أكل، أما هذا فقير أولاده عم يبكوا وهذا أولاده طالعين بالفواكه أشكال ألوان عم يأكل فيها بالطريق، هذا منظر الله يبغضه. بدنا نحسن الفقير. ففي رمضان قال بطالة زكاة الفطر قبل العيد حتى نجبر خواطر الفقراء. في عيد الأضحى قال ضحي وزع على الفقراء،
خلي الفقراء ياكلوا لحم. ما عم ياكل فقير لحمه، ما لحمه، ما عم يلحق خبزه وشاي، ما عم يلحق ياكل. الله يعين الناس يا جماعه، الله يعين الناس. فاكرم باع والله الخروف او 50 50. طيب 50 اغلى عندك ولا ان تجوز الصراط من غير ان تتعثر وتزل في النار اخف؟ انو احلى، تدفع 50 وتنجو الى الجنه، ولا بتتعثر تتزحلق بالصراط توقع في جهنم؟ افضل انو افضل؟ لا والله بدفع مو 50، بدفع 50,000، وما بس ما يتزحلق، انو الصراط على نار جهنم 3000 سنه طوله. هيك النبي قال الصراط 3000 سنة، 1000 صعود و1000 استواء و1000 هبوط، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف. بدك تمشي عليه المؤمنين والله شي بيخوف. قال غير أن المؤمن يراه كعرض الدنيا، كعرض الدنيا، كأنه عامل خيرات كثيرة ذلك بيركض عليه ركيب، والنبي واقف على باب الصراط، كل ما دخل واحد يقول اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم. بدك تجوز الصراط مين الخير وضحي. والنبي قال عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. كسؤال هلأ، بتجيب لعيالك 5 كيلو أو 10 كيلو حلو ولا بتضحي؟ نجيب حلو للعيد ولا منضحي؟ بتضحي. حق الحلو قديش؟ حق الكيلو 1500 أظن، 3000 صار حق الكيلو، 5 كيلو 15,000، يعني إذا بدك تجيب 10 صاروا بحق 10 كيلو حلو، بتجوز الصراط إلى الجنة. والحلو لا تكتروا منه اسمعوا مني، إذا بدك تاكل قطعة واحدة، اما من البلوريه من البقلاوه ومن الكنافه من هي شافه ومن هي شافه، صار معك مرض سكري وانت ما لك حاسس على حالك. كتر السكر بينقلب في الدم ما بقى ينهضم. الله عز وجل جعل لك في بطنك، جعل لك يلي بيفرز الانسولين، بنكرياس يلي بيفرز الانسولين. أكلت حلو 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 ما عاد عنده أنسولين، فإذا ما عبى في أنسولين يدخل السكر إلى الدم صار معه سكري. كل حياتك بدك تأخذ أدوية، كل الحياة بدك تأخذ أدوية، وإلا إذا ارتفع السكر بيضرب العين أول شيء، بيضرب العين بيعمى. أمراض السكر أمراض كثيرة، خليكم دائما على الوسط، كل ولا تحرم حالك. انا معي سكر، كل واحد معه سكر، باكل حلو، لكن اذا بدي اكل عنب 5 عنبات باكل، بدي اكل تين 3 تينات باكل، معين على حالي 3 تينات 5 عنبايات نص تفاحة شافة بطيخة ما في مانع. أما من الحلو باكل قطعة واحدة بالجمعة بالجمعتين قطعة، هاي ما بتصير. فكل لا تحرم حالك، بس خليك بالوسط دائما، اتخذوا الوسط في الحلويات في الأكل في الشرب، دائما خذ الوسط. فنحن هلا بنشرب الشاي، نحط لكاسة الشاي معلقتين سكر، بعد الشاي فنجان القهوة
معلقتين سكر صاروا أربعة، بعدين بدنا نشرب كاسة الليموناضة كان معلقتين سكر صاروا ستة، بدك 50 جرام سكر. الجسم بالنهار بيصرف 50 جرام سكر، ما هي 50 جرام يعني ربع قوية بكفي، ربع قوية. أما تأخذ نص قوية في منهم كاس الشاي بيحط نص سكر، هذا إفراط، إفراط هذا. فيعني أنت معناتها عم تجلب لنفسك الألم والسوء حاصل. فهي لازم نعرف، يعني هي اجتكم لازم تنتبهوا يا ابني للحياة، خاصة يا اخواني اللي بيبلغ عمره من فوق 40 سنة. متى ما صار عمرك من فوق 40 سنة سمين خففهم، سمين ابيض السكر والملح، هذا سم وهذا سم، خفف الملح خفف السكر. تخفيف الملح ما بيصيبك ضغط، تخفيف السكر ما بيصيب معك مرض السكر، بتعيش حياة 70-80 سنة وانت في كل سعادة بفضل الله. اما هذا صار معه سكر شاخ قبل خطير قبل ايامه، وهذا صار معه ضغط طلع الضغط خطر ونزل الضغط خطر. خليكم دائما بالوسط، هذا من العيد. إذا بدك تعيد خليك دائما، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة وسطا، لا تأخذ زيادة ولا نقصان، العدل، تمشي حياتك كلياتها وأنت على كرامة. فالله يوسع علينا ويكرمنا بكرامة الدنيا وكرامة الآخرة. العيد تفاؤل، وإياكم واليأس. العيد تفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدوه. خليك دائما أظهر التبسم، دائما تبسم. كان صلى الله عليه وسلم متوالي الأحزان، كان متوالي الأحزان، وكانت البسمة لا تفارقه صلى الله عليه وسلم. أحزان يهود من ناحية، مشركين من ناحية، والمنافقين من ناحية، كلهم أعداء بدهم يخلصوا من النبي والنبي وبسام. متوالي الأحزان وهو يبتسم صلى الله تعالى عليه وسلم، كثير التبسم. والتبسم لا إله إلا الله يجعل في الإنسان فرح داخلي، ابتسم. أما تحط العقدة، ما روي النبي عابسا أبدا صلى الله عليه وسلم. فاللي بده يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام يتخلق بالبسمة، كان قابل الناس وأنت تبتسم. أديش عليها ترابية؟ أديش عليها حراسة؟ أديش عليها ضريبة؟ كشر شوي بشفافك، ما بدك لا ضريبة، ابتسم، السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا، أهلا وسهلا بالبسمة صلى الله عليك يا رسول الله. فلذلك يا ابني العيد كسرة التبسم، ما تعد تقتل فرحة الأطفال أو فرحة النساء، تقتلهم بالعقدة تبعك. فايت اف وطالع اف طيب لا امتى وشو بدنا نصبر وشو صاير فينا ما نكون عارفين شو صار. في اخوان هيك بيجوا من اول ما بيجي، والله يا سيدي عملوا معنا كذا وسووا معنا كذا وحطونا كذا. لك يا ابني جاي عندي في لك حاجه ولا جاي تفرغ كل همومك عندي؟ انا يعني عندي هموم الاخوان كلهم كمان، انت في هيك بعض الأحباب الله عز وجل يسامحون. بغير برد بيرجع، برد بغير برد بيرجع. طيب بعدين قلت لك يا حبيبي ما في غيرك اللي عم بهير؟ قال لي لا والله كتار لي. طيب ليش كلهم ما عم يشكوا انت بس عم تشكي؟
ليش عم تشكي كل هالشكاية هي؟ خلي لي يا ابني فائل. راح الغضب، راح الغضب وراح الكذا، راحوا الغضب. إيمانك موجود ولا راح إيمانك كمان؟ إيمانك مقيد بالغضب اللي راحوا ولا إيمانك مع الله؟ ما جاي لباله هالسؤال لا. فخلي إيمانك بالله. راحت الدنيا، راحت. مؤمن بالله أنه موجود، الله هو الرزاق، نعم. يرزقك غير يلي راح، نعم. بيعوض عليك، نعم. ليش تزعل؟ فخليكم دائما في حالة سرور، في حالة ابتسام. لا تجعل دائما هيك غضبك وزعلك وحزنك خاصة بالعيد. بالعيد لا تذكروا محن. متى ما ذكرت المحن ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام. بدي حفظكم يا الحديث هلا. إن لله تحت كل محنة منحة. إن لله تحت كل منحة محنة، محنة منحة. مين حفظ؟ إن لله، عيدوا لشوف. إن لله تحت كل محنة منحة. محنة في وراها هدية، في وراها عطية، في وراها كرامة إلهية، في منحة. ليش كلها انتحاز حزين؟ شايف المحنة ومالك شايف المنحة اللي جايتها؟ شو المحنة؟ المحنة بلاء والمصايب والنكبات، هي محنة. شو المنحة اللي وراها؟ مغفرة الذنوب، ستر العيوب، رفعة الدرجات، قبول الطاعات، محو الخطيئات، جعلك مع الشهداء، مع الصديقين. طيب كل هذا ما عجبك؟ كلهم ما عجبوك بس شيء اخ واخ. في اخوان كثير هيك مساكين. فلا تجعلوا يا ابني، ما تطفئ بسمه العيد وفرحه العيد بالاولاد وبالزوجه وبالجيران، لا تطفئها بهالحزن والياس وعدم الرضا بقبول بقضاء الله سبحانه وتعالى. بتضيق على مشاعر الناس مشان خاطر؟ لا يا ابني، وسع. خلي الناس كلياتها في بسمه، ما بس انت متضايق، كل الناس متضايقة، كل العائلات متضايقة. ما في عائلة الا اصيبت، والحمد لله. اراد الله لمن اصيب المغفرة، واراد الله لمن صبر الاجر. من اصيب الله اراد له المغفرة، ومن صبر اراد الله له عظيم الاجر بالصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تفضل على الجنة من غير حساب، فوت، لأنك صبر. إذا ما في صبر يضيع على حاله. ففي ناس بأيام العيد بدل ما يضحك بيتم دائما هيك عم يشدد، وصار بعض الصالحين الله يرحمهم ويرضى عنهم، صالح من غير علم. يعني أنا ما برضى بهالعمل هذا، صالح ومتعبد وصائم لكن من غير علم. وان كان اذا اجى رمضان، اجى العيد، شاف جماعه عم يضحكوا، ليش عم تضحكوا؟ من قبل صيامكم، ما هيك لازم تقبلوا القيام؟ قبول الصيام ما هيك؟ واذا ما قبل صيامكم لازم تعدوا تبكوا. أيام عيد نقعد نبكي؟ هيك بده شهر بعيد الأضحى حاطط الهدي عم يبكي ليه؟ ما بعرف أنا قبلت ولا مالي مقبول. هذا جاهل ولو عم يتعبد، ما بعرف أنا قبلت ولا مالي ما قبلت. ليش
انت عم تعمل مشان قبلت ولا ما قبلت؟ انت عبد مطلوب منك تأدي الفرض، فأدي الفرض وبقي على فضل الله. ما اسأل مقبول ولا غير مقبول، عليك ان تتفقه في اداء الفرض. كيف تؤدي الفرض؟ أدي فرضك كما امر وترك البقية على فضله. ممكن يقبل بشيء قليل. أبو حنيفة صاحب المذهب الحنفي يلي كان قاسم الليل ثلاث أقسام، ينام الثلث الأول، الثلث الأول للعلم، ينام الثلث الثاني، يفز الثلث الثالث للإحياء، يحيي الليل. إلا لما كان ماشي في الطريق الأولاد عم يلعبوا، فالأولاد قالوا مين هذا مين هذا؟ قالوا هذا الذي يصلي كل ليلة 100 ركعة. قال سامحه الله هذا الغلام، والله لقد أتعبني. هو عم يقول أنا بصلي 100 ركعة وأنا ما بصلي، صلي كل ليلة 100 ركعة. فأبو حنيفة بهالعبادة والطاعة والفقه واللي استنبط الأحكام الشرعية من القرآن من الأحاديث، شافوه بعد الموت في المنام، قالوا له يا إمام ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. غفر لك بإيش؟ بالصلاة بصيام؟ قال لا صلاة ولا صيام. كان بإيش؟ قال بقول الناس فيا ما ليس فيا. الناس حكوا علي شيء ما موجود فيه، فالله غفر لي بكلام الناس. تيجي بباله الواحد هاي انه عم يحكوا عليه تغفر ذنوبك فيه. يا ابني هي أسأل الله لي ولكم التوفيق وأن نكون في هذا العيد عيد الرحمة الإلهية، عيد الفضل الإلهي، كل واحد فيكم الله أنعم عليه بنعمة ينشر نعمته لغيره. أحسنوا للغير، كل واحد ينقل نعمته لغيره وإن كانت بسمة، نقول بسمتك لغيرك. ما بدها عندك بجيبتك في 200 ليرة، طالع 5 ليرات لغيرك جزء. وأنفقوا مما رزقناكم، جبت خبزات رغيف لجيرانك، اشتريت خيار، خيار لابن جيرانك. أنفقوا وإن كان قليلا في مثل هذا اليوم، وأسأل الله أن يجعله علي وعليكم يوم المغفرة ويوم القبول، وكل عام وأنتم بخير. أسأل الله لي ولكم كمال المغفرة والرحمة.